سعيد جدا باش نكون متواجد في ستيف مع فريق معناها عنده باع وذراع في الكرة الجزائرية والإفريقية. بطبيعة الحال ما ننساوش التاريخ معناها والماضي المجيد لهذا الفريق. نقول بوركوا با اون دوزيام اكسبيريونس معناها في الجزائر. الحمد لله كتب المكتوب في مع فريق كما وفاق ستيف، هذا شيء يشرفني. وكما قلت قادم على مهمة معناها لأن نعرف يعني الفريق عنده تاريخه وعنده المقام تاعه في الكرة الجزائرية، لكن هذه هي أحكام الكرة في حلة جديدة كما قال سيد المدير العام، لأنه نعرف الظروف هذه البريود ترانزيتوار، فالنوع من الصعوبات ولو باش نحشر نفسي في موضوع آخر حتى نحط لي بوان سور ليزي، نعرف اللي تغيرت المعطيات في دونك بوتيتر يعني une idée politique pour restructurer le football algérien là où plusieurs pays là où je vois la loi de la formule هذه نتاع البارينage et les sociétés اللي شاف l'état اللي peut-être معناها هذه طريقه من الطرق باش نرتقي بها ونحسنوا الرياضه الجزائريه والكره الجزائريه et surtout معناها le football. نتصور سي تامبا معناها لاباس به، لكن انا شخصيا ما نجمش ننسى الناس اللي خدمت في ستيف، اللي كونت في ستيف، اللي عملت معنا انجازات في ستيف. نعرف اللي الحاله هذه ربما لان اصبحت وفاق ستيف حاجه منهم وإليهم، هي دارهم، هي الكل. نعرف مدى شعور وإحساسهم، لكن هذيك الحياة، هذيك الدنيا، فيه وقتاش نبدأ وفيه وقت وفيه كل شيء.